مرحبا، أسبوع جديد عم نرافقكم فيه لنحكي عن الكثير من المشاكل الصحية اللي ممكن نعاني أو عم نعاني منها، واليوم حلقتنا مخصصة للأمراض العصبية من مشفى الأسد الجامعي إنجاز عمل جراحي لورم دماغي ناكس. ومن بين الاستفسارات اللي وصلتنا على صفحة البرنامج حنحكي عن ألم وثلاث التوائم، وطبعا للحديث تتمة فبحدث هو الأول من نوعه أقام جمعية دعم مرضى التصلب الوحي فعالية حملت اسم تجمع الأمل للتوعية بهالمرض بقلب العاصمة دمشق، ومن ساحة الأمويين كان لنا وقفة معهم ومع تجارب بعض المصابين، وحنعرف من ألمانيا وين وصل الطب بعلاج مرضى التصلب الوحي. دكتورة إيفانا حترافقنا من البزورية لنحكي عن المكسرات وفوائدها وعلى العناصر الغذائية اللي بتحتويها. تفاصيل كل هالمواضيع بس بعد الفاصل. هلا الدكتور جهاد عابدين اختصاصي بالجراحة العصبية صار معنا ليحكي لنا اكثر عن هالعملية. يعطيك العافية دكتور، اهلا وسهلا فيك بدوز. اهلا وسهلا دكتور. خلينا نحكي اول شيء بشكل عام عن الورم الدماغي شو هو، وبعدين نخصص اكثر عن ورم الدماغ الناكس. هلا بشكل بساطة الورم الدماغي، نقصد ورم دماغي هناك تكاثر الخلايا على حساب النسيج الدماغي في موضع معين. هذا التكاثر الخلوي اما ان يكون منتظم بشكل بسيط فانا عم نمشي باتجاه الاورام الحميده، واما ان يكون فوضوي عشوائي غازي يعني بيطحش على الانسجه اللي حوله، فهذا فتنا بالاورام الخبيثه. تمام. هلا ما يميز الورم الحميد عن الخبيث في الدماغ انه ورم الدماغ عاده حميد بيساوي يعني انضغاط بسيط للعناصر العصبيه للنسيج الدماغي، ما بيزيها كثير، بيتفشى هيك شويه صغيره. تمام. يعني فبدون ما ياثر اذيه عصبيه كبيره بيعمل اعراض طبيعيه. هلا عم نتابع صور الاجراء الجراحي اللي حضرتك سويته. نعم. هلا هون هذا واحد من الاورام اللي كان حقيقه ناكس، هذا بنسميه هلا يعني اذا نفوت الاورام الناكسه، اورام الدماغ الناكس يعني اورام اجرينا عمل جراحي لورم دماغي بعد فتره من الزمن أشهر سنين صار هناك نكس للحالة الورمية مثل الحالة المرضية اللي هون. فالورم الدماغي لما ينكس، طبعا الورم الدماغي السليم يمكن أن ينكس، وممكن الورم الخبيث سلوكه دائما بده ينكس هذاك دائما. أما الورم السليم ليس بالضرورة قد ما كان الإجراء الجراحي إذا بدنا نقول منيح. إذا بالورم السليم في معظم الحالات نحن قادرين استئصال الورم السليم بشكل كامل مع محفظته، فنسبة النكس موجودة ولكنها قليلة كثير. العكس تماما في سلوك الأورام الخبيثة اللي بيغزي للأنسجة الدماغية بيرتشع فيها، أولا يصعب استئصاله كاملا اطلاقا، واثنين حتى والاستئصال شبه التام اشهر وسوف ينكس للاسف. زي في علاجات اخرى متممه ممكن نحكي عنها. في اسباب ثانيه للنكس دكتور؟ اكثر سبب للنكس في الاورام السليم او الخبيث هو عدم الاستئصال الكامل قبل الجراح المره الاولى. تمام. هذا اكثر سبب. ما قمته انا ما نظفته بشكل كامل لسبب ما، فبصير نسبه النكس في اكثر، بس ما في عوامل اخرى يعني غذائيه طبيعيه دوائيه ما لها علاقه. ممكن عامل نفسي يلعب دور بالنكس؟ موضوع العامل النفسي هو مو بالنكس، حتى بالورم بشكل عام نحكي عن المناعه الذاتيه. المناعه الذاتيه اللي هي هلا الشغل الشاغل في الطب حقيقه. مزبوط. اي حدثيه مرضيه تضعف المناعه في الجسم ممكن تنشا عليها اورام، فنحن العامل النفس معروفه، العوامل النفسيه نعم تضعف المناعه بشيء وهذا متفق عليه. صحيح. فضعف المناعه التالي للحاله النفسيه ممكن يسبب حدوث بتهيئ حدوث اورام في الدماغ وغير الدماغ او نقص هذه الاورام. طيب دكتور، اعراض الورم الناكس خلينا نوضح اكثر، يعني المريض اللي هون عاملين العمليه شو بلش يحس؟ هلا اعراض الورم الناكس بشكل عام هو نفس اعراض الورم البدئي نفسه. بكل بساطة للمشاهدين، للسادة المشاهدين، نحن نبسط أعراض ورم الدماغ بمكونتين، أعراض عامة بتجي مع كل ورم دماغ ضمن هالصندوق العظمي، وأعراض خاصة بتوضع مكان الورم. الأعراض العامة بشكل في معظم يعني اللي عنده ورم دماغي سواء كان سليم أم خبيث نفس الأعراض اللي هي فرط التوتر داخل القحف، يعني أنا بحكي عن صداع شديد يتزايد مع الوقت وخاصة في الليل، عادة يوقظ المريض ليلا شبه مستمر. اثنين برفع قياءات وخاصة صباحية. تمام. إذا صداع قيء وأعراض فرط توتر يعني حين تدني في الرؤية. ممكن يرافقه نوب اختلاج، نوب صرعية، أيا كان توضع هذا الورم. تمام. هي الأعراض العامة، هي الأعراض التوضع بنسميها حسب مكان الورم، في مكان في بعض الأورام تنشأ على التصالب البصري فبيساعد تدني الرؤية أو عمى. في أورام تنشأ على الشريط المحرك بيأتي المريض بأعراض فالج شقي مقابل. أعراض الفصل القفوي يعني حسب مكان توضع، حسب مكان الورم تجي أعراض توضع أخرى بقى بتصير عندي. تمام. طيب دكتور، الحالة اللي كانت موجودة معنا هي على الحالة حقيقة سيدة عازبة من ريف دمشق عمرها 32 سنة، كان قد أجرى لها من حوالي 10 سنوات استئصال ورم دماغي في أحد المشافي. مو معروفة حقيقة لما وصلت لعنا على المشفى يعني شو نوع التشريح المرضي. تمام. ما معه ورقة،
فاجتنا بعد 10 سنين من الاصابه اللي بدع انه مصاب بعده اورام. هلا بنشوفها على الصوره في صوره شخصيه يعني عده اورام في الجبهه في في الناحيه الجبهيه والناحيه الاماميه. هذا يمكن في صوره اخرى بنشوفها فيها عده اورام نابزه الى الخارج. ما كانت اعراض غير التشكلات الورميه الخارجيه مع حدوث انه ها هي اذا شايفين نحن عده اورام انا في عندي واضحه لبرا خارجي مع صداع. هي كانت اعراض الرئيسيه. طبعا نحن خلال تصوير الرنين المغناطيسي وجهنا هي عند اول هذا واحد من الاورام اللي تكون متعدد البؤر وهو اورام سحائيه بنسميها واللي اشع الاورام عند النساء وخاصه بين سن ال 20 و 40 العام. حضرنا العمل الجراحي مش عملنا حقيقه شيء جراحي كبير لانه كان هيدا الجلد هي الشريحه الجلد شلناها بالاخير كان كلها مصاب بالاورام اضطريت شيلها. وصلنا للعظم كان العظم متاكل اكلنا شوي من العظم نظفنا حتى وصلنا للاورام على الدماغ شلنا الاورام كلياتها. بعد ما نظفنا اورام كامله عده اورام كانت حطينا هي رقعه سحائيه بنسميها ما كان في عندي سحه هي ضغط الدماغ. العظم بمرحله لاحقه بنسوي له عمل جراحي تصنيعي. بعدين بالتعاون مع زملائنا اطباء التجميل جبنا شرائح جلديه كان صار عندي ضياع مادي كبير في العظم فاضطرينا نستعين بزملائنا جراح التجميل يحركوا لنا شرائح جلديه من الفروه وحطوا لها طعم جلدي. هذا هلا بنشوف المثقب مشان اذا هيدي كان بدايات الحاله هذه ورم 2 3 4 استئصال الشريحه الجلديه مع الاورام مع تنظيف العظم ومن ثم اغلاق هذا الورم بشريحه جلديه. هذا فريق العمل الجراحي عندنا في مشفى الاسد الجامعي. تمام طيب اذا هذا كان شايفين يعني ثلاث ارباع راسه حقيقه هذا صحيح. ورم كلياته فاضطرينا هون نستعيد شريحة جلدية نسكر هذا تمام طيب دكتور بهي الحاله كان الحل الجراحي هو العلاج الوحيد ولا نحن عمل جراحي هو الحل الوحيد لا يوجد علاج دوائي ولا شيء ما قبل الجراحه ممكن يكون يعني اذا نقول تهيئه للعمل الجراحي بعض الاوقات يعملوا اعطوا ادويه نعم نعطي طاحين كل اورام الدماغ نعطي بروتوكول معين مضادات وزمه دماغيه وعلى راسها الكورتيزون والمانيتول اثناء العمل الجراحي ومضادات الاختلاج هي معروف لكل الحالات المقارب في ورم دماغي. طيب دكتور شهاد كيف بنعرف ان العمليه نجحت؟ حقيقه نحن في الجراحه العصبيه في شغله كثير حلوه ناخذ انذار نتائج العمل الجراحي الصحيح على طاوله العمليات. لما يصحى المريض طبيب التخدير بيقول للمريض المريض صحي محرك اطرافه الاربعه عم يتكلم وانا تمام مشكله اذا مريض ما صحي طريقه على العنايه على المنفسه او ايده رجعوا محركه الى اخره ما تهم في اشكال فالنجاح الوضع عن طاوله العمليات. تمام ممكن ترجع تنكس العمليه لا سمح الله كمان مره ممكن حقيقه ممكن تنكس هذا طلع التشريح المرضي كمان اورام سحائيه مسميه متعدده البؤر هيدي اورام سليمه ولكن في معظمها في 90% واكثر لكن الا مشكله انه مياله للنكس وخاصه اذا ما تم الاستئصال كاملا الا درجات اربع درجات ثلاثه درجه ثانيه يعني عم تترقى شوي شوي هذول نحن عندنا رغبه ان نتمم علاج مهتم بعد الجراحه مشان ما تنكس الا وهو العلاج الشعاعي مركز الطب النووي. وهي بتخاف ليش بعتوني على الطب النووي هذا قلت لي مو سرطان صحيح هذا ما له ورم خبيث ما له سرطان ولكن مثل اورام النخامه مع انه اورام سليمه بعد الاستئصال الجراحي بنعطي اشعه جلسات اشعاعيه اشعاع خارجي يعني حتى نمنع حدوث النكس. طيب دكتور نصيحه اخيره للاشخاص اللي عم يحضرونا كيف ممكن اذا بدنا نقول نقلل نسبه حدوث الاورام الدماغيه الناكسه ممكن المريض يكون له دور بهذا الشيء بالنكس؟ طبعا المريض تماما اورام الدماغ سلوكها مثل اورام الثدي عند النساء الكشف الباكر بيريح كثير والمراقبه يعني على طول يعني هلا مو طمش المريض صار الواحد يراقب حاله مثلا كل سنه يعمل لحاله طبق محوري او رنين مغناطيسي للدماغ ما حدا بيسوي اذا ما في اعراض الكشف الباكر ظهرت في اعراض صداع مو طبيعي اقياءات ما عم شوف عم دوخ عم جيوه بسرعة لا ياخذها هيك حبه سيتامول لا يراجع الطبيب نعمل صوره رنين مغناطيسي ونعمل استقصاءات اللازمه. شكرا كثير دكتور جهاد عابدين الله يعطيك الصحه ودائما ان شاء الله نشوف انجازاتك العلميه الرائعه. شكرا دكتور شكرا. بالاونه الاخيره حذر باحثون من انه التعافي من كورونا المستجد مو نهايه تاثيرات هالفيروس على جسم الانسان فوجد العلماء انه البعض ممكن يعاني من تاثيرات كبيره على وظائف الدماغ حتى بعد الشفاء. لنعرف أكثر عن تفاصيل هالدراسة وكل شيء متعلق فيها خلينا نتابع مع بعض. منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم لاحظ العديد من الأطباء والباحثين وجود اضطرابات ومشاكل عقلية يسببها الفيروس لدى عدد كبير من المرضى والمتعافين تحديداً حيث يشكو المرضى من الصداع، ألم العضلات والمفاصل، التعب، فقدان حاسة التذوق والشم، ويبدو أن بعضهم يعاني من مشاكل ألم تشبه اعتلالات الأعصاب، وكل هذه الأعراض وغيرها يمكن أن تستمر من أسابيع إلى شهور بعد الإصابة.
وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي كوفيد 19 إلى التهاب الدماغ أو السكتة الدماغية، فالطريقة التي يؤثر بها على الخلايا العصبية لا تزال غامضة بعض الشيء، كما أن تأثيرات الفيروس على الدماغ قد تضعف وظائفها، وفي بعض الحالات يصاب الدماغ بما يشبه الشيخوخة المبكرة وكأن عمره زاد 10 أعوام. ووفق أبحاث علمية فإن مرضى تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 70 عاماً ممن تم نقلهم إلى المستشفى ووضعوا جهاز التنفس الاصطناعي كانت مهاراتهم في التفكير تتراجع بمعدل 10 سنوات. ووجدت دراسة أخرى بأن هذا المرض يمكن أن يحدث تلفاً بالمخ ويسبب مضاعفات كالجلطة الدماغية، التهاب المخ، الذهان وأعراضاً تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة. أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكورونا من الحالات الخفيفة، قد يصاحب المرض مضاعفات جانبية تتلخص بالإرهاق، فقدان الذاكرة، الارتباك وغير ذلك الذي يستمر لأشهر. أما عن آلية التسبب بضرر الدماغ فتتلخص بأن الدماغ يغزو نفسه بنفسه أثناء الدفاع عن الجسم، وكأن البرمجة العصبية للجسم قد تعطلت. ومن أكثر الأسئلة الشائعة سبب وفاة بعض الشباب الأصحاء من فيروس كورونا، والسبب أن اختلاف الجينات الصغيرة يلعب دوراً رئيسياً في تفسير ذلك. فوجد العلماء أن نقصاً في بروتينات الانترفيرون وعلى وجه التحديد النوع الأول منها هو السبب الرئيسي وراء ذلك. والانترفيرون هو مرسال جزيئي يحفز الدفاعات المناعية ضد الفيروسات الغازية ويلعب دوراً حيوياً في الدفاع عن الجسم. والسؤال الثاني الأكثر شيوعاً هو عن الفرق بين الإنفلونزا والكورونا، وهذا المخطط الذي نشرته منظمة الصحة العالمية يوضح الفرق بين الأعراض. من بين الاستفسارات اللي اجت على صفحة البرنامج على الفيسبوك عن ألم مثلث التوائم لنعرف تفاصيل أكثر، صار معنا دكتور تامر الأمين تامر اختصاصي بالجراحة العصبية. أهلا وسهلا فيك دكتور تامر. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. دكتور، شو هو ألم مثلث توائم أو عصاب مثلث توائم؟ خلينا نحكي أكثر عنه. ألم مثلث توائم أحيانا بسموه العرة المؤلمة. حقيقة التعريف الأكثر سوادا له هو ألم الانتحار. هو ألم مزمن بيكون على مسير عصب مثلث التوائم اللي هو بينقل الإحساس من الوجه والأسنان والجيوب لا وحتى أجزاء من الأذن للدماغ. فبيصير ألم مزمن على هاي المنطقة مع نوبات شديدة جدا حارقة بتستمر أحيانا من عدة ثواني لا أكثر من ساعة، وهي الآلام تستمر 2-3 شهور وأحيانا بتختفي لحالها وأحيانا ما بتختفي بالرغم من المعالجة. أسبابها اللي شو بترجع دكتور؟ يعني ليش هذا المريض غير عن كل المنطقة صار معه هيك؟ الحقيقة هذا باب كتير كبير، في الأسباب المعروفة اللي لازم نحكي فيها. أول شيء الأسباب الأكشع والأوضح أنه بيكون في تماس بين وعاء أو شريان موجود في قريب من منشأ العصب بجذع الدماغ، يعني تماماً بالمنطقة اللي بيسموها العوام البصلي السيسائية، يعني قريبة منه، وبيكون تماس بين الشريان والعصب. هذا التماس أو بسموه العراك الوعائي العصبي بيؤدي أنه الشريان مع كل نبضة يضغط على العصب وينبهه، ويصير يحس المريض أنه في شيء مثل لمعة كهرباء لمعت بوجهه أو بسنانه أو حوالين عينه. هذا السبب للأسف ما كتير أحياناً بنشوفه بالتصوير، يعني طبعاً نحن بندرسه بعدين لنشوف فيه هذا التماس، ما كتير بنشوفه، وبيفسر ليش نحن بمعظم الحالات عم يكون الآلام ما بعد 50. يعني في نظريات إنه معظم الآلام بعد 50 لأنه بيصير فيه تصلب بالشريان، يعني بكون هذا الشريان أساساً ماس للعصب بس ما عم يعمل أعراض لبعدين. طبعاً في أسباب تانية، أسباب رضية مثلاً بعد الكسور اللي بتخرج العصب، أو أحياناً تداخلات سنية. وهون هذا كثير شغله ضروريه ننبه عنها، انه كثير بيقول لك انه لا والله دكتور اسنان ضرب لي العصب، لا هي مو هيك. احيانا ردود العصب المزمنه بتؤدي سواء باسنانه او بمنطقه مروره باسنان الجمجمه، وما بنبنى غير سواد الوش يا دكتور تامر عادي، يعني هي هون القصه. طبعا انه لا الدكتور هو الحشوه ما ظابطه، لا هي ما هيك،
القصة هو رد العصب بيعمل بآلية غير معروفة ألم مثلث التوائم. أحيانا في كتل تطلع على مسير أو أورام تطلع على مسير العصب مثلث التوائم بتؤدي لتخريشه، وأحيانا في أمراض تانية مثل التصلب اللويحي أو الأمراض التنكسية اللي بتصيب الدماغ وبتأثر على مناطق التعامل مع الألم. تمام. وهي شائعة كمان بتؤدي لألم مثلث التوائم. هلا معظم الحالات ما بيكون معروف السبب بشكل واضح بمعظم الحالات للأسف، وهون في نظريات بتقول إنه هي في تنكس بأنوية العصب مثلث التوائم بتؤدي لحدوث هاي الأعراض واللي هي أعراض ألم مثلث التوائم. ثاني جملة من الأسباب الكثيرة والمعقدة واللي فاتت بعضها، كيف يتم التشخيص بقى دكتور؟ يعني هذا اللي جاي لعندكم عنده هالأعراض اللي حكينا عنها قبل شوي، كيف تشخصوا؟ هل القصة السريرية كافية إنه تحطوا تشخيص ولا نحن بحاجة لاستقصاءات تانية؟ هلا أول شيء التشخيص عادة إنه وجود ألم مثلث توائم أو عدم وجوده هو تشخيص سريري حقيقة. يعني ما في صورة بتقلي إنه في إصابة بالعصب مثلث التوائم أكثر ما هي الصورة السريرية. هلا نحن نجي التشخيص والدراسات البقيانة هي لندور على السبب. تمام. أو نشرح ليش صار مع المريض هيك. يعني بنحكي بنساوي مرنان للدماغ، بنركز على منطقة العصب ومسيره لننفي وجود الأورام، لنشوف أول شيء هي هاي لأنها الشريان اللي توضعه شاذ وعم يلمس العصب هو ما لازم يلمسه. هون نحن بتجي الاستقصاءات أو ليكون في تصلب لويحي مثل ما قلنا، هذا من الأمراض المزمنة. تمام. اللي بتؤدي لحدوث هاي الأعراض. طيب دكتور، هل في حالات ممكن تتشابه مع أمراض عصبية تانية؟ يعني ممكن يصير في اختلاط بالتشخيص بين الألم مثلث التوائم وبين ألم تانية عصبية أو مشاكل عصبية تانية؟ طبعا أنت هلا هون في شغلة إنه نحن إنه طبيب الأسنان مثلا كثير من مرضانا اللي هن ألم مثلث التوائم تلاقيهم قلعوا كل أسنانه. صحيح. ليش؟ لأنه كان المشكلة بصير الموضوع عندهم نفكر إنه المشكلة ألم مثلث التوائم. أحياناً بيكون في عنا أمراض بالتهاب العصب خاصة مثل زنار النار. صحيح. المريض بيصيبه زنار نار، بصير عنده عقابيل زنار نار، هو فعلاً صاب المثلث التوائم بس هو ما تشخص تحت ألم مثلث التوائم، صار اعتلال عصب بفيروس داء المنطقة. تمام. هاي من الأمراض اللي كتير بتختلط. كمان موضوع التصلب اللويحي مثل ما قلنا، نحن بنكون عم نعالج الألم بس هي في مشكلة أكبر، هي مشكلة دماغية مفروض تتعالج للمشكلة مو للعرض طبعا. تمام. طب آليات العلاج دكتور كيف بتصير؟ هلأ أول شيء العلاج بعد التشخيص المناسب بده يكون على أنه العلاج الدوائي، وهون نحن بنعاني من مشكلة كتير 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 كبيرة حقيقة، انه الدواء هو بيقولوا لك مسكن الم، انه ناخذ سيتاكودين بنادول واتيفر، يعني هدول مسكنات الالم ما بتفيد لانه احنا بنحكي على عصب ممكن. صحيح. يخفف الالم بس الموجه الكبيره ما بيخفف. نحن مفروض نخدر العصب نفسه. الدواء النوعي بهذا الموضوع وعبر السنين كلها بالرغم من ظهور اجيال جديده هو الكربامازبين او الناس بتعرفه باسم التيجريتو. الكربامازبين دواء نوعي بيخدر المنطقه او بيخفف من موجات الالم العصبي الشديده بس، ولكن مشكلته الكبيره انه المريض بيقرا بيشوف انه هو دواء للصرع فبيبطل ياخده. صحيح. بالاضافه لانه نحن احيانا الدواء له تاثيراته الجانبيه، كل دواء له تأثيراته الجانبية، ولكن هو هذا أشد، الدوخة، النوم الشديد، عدم القدرة على القيام بالأعمال، بحس حاله المريض مرتخي، كمان ببطل ياخده بس الألم بعدين الألم الشديد بيخليه يضطر يرجع ياخده، الألم بيطغي على الموضوع، تلاقي المريض بلش يدخل باكتئاب. فأحيانا بنضيف معه مهدئات. تمام. ومضادات اكتئاب لنعالج هذا الموضوع. وطبعا في شغله هون لازم نقولها انه نحن العلاج بيقول لي إيه هذا مسكن، ليش عم تعطيني مسكن؟ بدي معالج. العلاج هون بيعتمد انه نمضي هاي الفتره اذا ما في سبب واضح طبعا. طبعا احنا دائما نعالج السبب، اذا ما في سبب واضح نمضي هاي الفتره باستخدام هاي الادويه المخدره العصبيه، وعاده في فترات سكون بتروح بين النوبات ممكن تمد السنين. تمام. العلاج قديش مدته دكتور؟ هل ممكن يرجع ينكس مره ثانيه ويرجع للوجع للمريض؟ يعني ممكن يقضي كل حياته عم يعاني من مشكله الم مثلث التوائم ولا لا هو مشكله الى حد بتنتهي؟ هلا العلاج الدوائي اذا عم نحكي على العلاج الدوائي بيستمر طالما مستمر الالم. طبعا حتى مع العلاج الدوائي المريض ممكن يحس بنوبات الم ولكن اخف بكثير. هلا بس اختفت هي الالام نحن بنبلش ننزل جرعه الدواء بالتدريج لنوقفه، ومنراقب المريض اذا بده يرجع.
انه ممكن يرجع نينكوس، طبعا ممكن يرجع، نحن ما عرفنا الآلية. صحيح. هلا في حال كان في سبب وتعالج السبب غالبا ما بيعود بيرجع الألم مرة ثانية. طبعا نحن عم نحكي على العلاج المحافظ. في علاجات تانية مجاورة لهذا الموضوع بحال فشل العلاج المحافظ، يعني اعطينا أدوية بالجرعات القصوى والمريض لا زال يتألم وعم يبكي كل يوم، رجال عمره 60-70 سنة متعودين عليه أولاده، فعم يبكي لأنه موجوع وما عم يقدر يأكل، ما بيقدر يحلق دقنه، ما بيقدر يفرش أسنانه، ما بيقدر يشرب مي من الألم الشديد. هون مننتقل للمرحلة الثانية من العلاجات. يلي هي؟ هلا أول شيء هي بنسميها تخسير عقدة كاسر، أو بالأحرى بالعامي بيسموها إنه منحرقه للعصب أو منخدره للعصب. تمام. هلا هذا الإجراء ممكن إجراؤه طبعا بالحالات اللي ما بيستفيد على الدواء، مو خيار للمريض. يعني ما في مريض بيجي بيقول والله أنا بدي هذا الحل، بدي هذا والله ما بدي أخذ دواء، لا ما هيك القصة، لأنه هذا له اختلاطاته بحال وجوده منا انه بنفقد الحس بالعصب، لانه نحن عم نخدر العصب او عم نحرقه. تمام. وبيتحول الالم لموضوع خدر وتنميل. طبعا هو مؤقت بمعظم الحالات، العصب بيرجع بجدد حاله. ممكن هذا التوقيت يكون بين 3 اشهر لسنتين ثلاثه. تمام. وهلا احيانا بيجدد حاله العصب بس بيكون زال سبب الالم. تمام. او مثل ما بتحسن المريض بعد الدواء، فبيفتكر المريض انه هو بسبب انه عملنا التخسير الاجراء اللي عملته هو تحسن. لا هو هذا اجراء بس بيروح الاحساس بالالم بفتره معينه. تمام. طبعا بعيدا عن التخسير وبنفس المبدا ممكن اجراء شيء ثاني، انه احيانا عم نقوم بتسليط اشعه جاما نايف بنسميها، او اشعه من نوع معين على العقده وبنحرقها بنفس المبدا هداك، ولكن باستخدام ادوات ثانيه. هديك الحرق بواسطه موجات عاليه التردد او الحراره. تمام. هون لا بواسطه الاشعه. هلا الخيار الثالث هو الاندر. لما بيكون في عروه واضحه جدا بالتصوير وعلى تماس واضح مع العصب وعم تساوي الم لا يستجيب على المسكنات اللي قلناها او على الادويه. تمام. اللي بنعطيها اياها، هون بنفكر باجراء عمل جراحي. عمل جراحي نوعي اسمه جينيتا نسبه للعالم اللي اكتشفه. هذا العمل الجراحي مبداه يقوم عن عزل العصب عن الشريان والفصل بيناتهم بمواد تمنع انتقال النبضه من الشريان الى العصب. تمام. طبعا استطباباته محدوده. اول شيء لازم يكون المريض مثل ما قلنا لا يستجيب على أي أنواع من أنواع العلاج الثاني، ما عنده أي مرض ثاني مسبب لهذا الموضوع مثل التصلب اللويحي. ثلاثة يكون التوقع، يعني مريض عمره 80-90 سنة ما معقول أنه دخل هاي الإجراء كضمن استطباب إلا بحالات نادرة شديدة. تمام. ممكن استخدم بقية الحالات. بقية الحالات فشلت، مثلا تخسير عقدة كاسر مريض عمره 50-40 سنة، هون ما لنا متوقعين انه نضل عم نعالجه 20-30 سنة. هون ممكن نلجأ لهذا الحل ونقوم بالعزل بيناتهم. طبعا هي العملية بوجود الأدوات الحديثة حاليا صار نسبة السيرفايفل أو الأمان فيها ونسبة النجاح كبيرة كتير، الحمد لله، ولكن تحمل مخاطر مفروض يفهمها أي مريض بده يتقدم. أكيد أنتم بتحطوا المريض بالصورة. طيب دكتور، بدنا نصح أخيرة لكل اللي عم يحضرون عم يعانوا من ألم مثلث توامي، يعني شو لازم يعملوا هيك؟ كيف لازم يتابعوا حياتهم مع هذا الشيء؟ شو لازم يساوي؟ هلا لك ألم مثلث توامي مثل ما أنه هو ألم الانتحار، أهم شيء بدي النصائح تكون لأهل المريض. أهم شيء إنه نحن نراعي إنه هذا المريض له احتياجات خاصة، له متطلبات خاصة، يعني ما دائما فيه يحكي. يعني المريض صعب عليه فتح الفم للحديث. العلاج مثل ما قلت لك، نحن الأدوية العصبية في عداء بينه وبين عامة الشعب. صحيح. إنه لا هذا دواء أخي عم يساوي له هيك ما بدنا إياه. لا، ما انت الالم اخطر على صحه البني ادم من طبعاً الدواء اللي عم تعطيه، فخليني اخفف له الالم بجرعات مضبوطه لحتى نوصل لحاله السكون. من الاخطاء الشائعه اللي بيعملوها المرضى انه فجاه اخي هذا الدواء ما حبيته ما بقى بدي اياه، بيكون بنص الطريق لا هو استفاد وهو ضر حاله بشده. صحيح. او مثلا بيقول انا بطلت طبت، ليش عم باخذ الدواء؟ كمان بكب الدواء وفجأة بيرجع مع ألم ما عاد يستجيب على نفس الدواء. صحيح. وهذا كمان من الأخطاء الشائعة اللي لازم ينتبهها. الأربعة في نصائح عامة
اللي يقوله انه لازم نحافظ على صحة الأسنان. لانه مثل ما قلت لك وتخريش العصب المزمن طبعا، لانه تخريش العصب المزمن عند عند المرضى وتلاقي اسنانه مكسره وعم يشتغل ومهمل يعني بيهمل صحته الفمويه وبيهمل كل شيء طبعا، هالشيء ممكن ياثر بالتالي يعني وين ممكن نوصل لمشكله عصبيه خطيره وممكن سبب طبعا لانه, لأنه في تخريش يعني مزمن. لان احنا ان احد اهم الاسباب هو الاسباب الرضيه اللي بيكون في تخريش مزمن للعصب. فنحن كلمه انه عم سحب العصب، طب ما انت سحب العصب هو جزء من الفرع هذاك، ممكن الرض المتكرر بيؤدي لحدوث مثل ما قلنا ما له علاقه تقنيه الا بحالات نادره جدا، بس له علاقه انه نحن عم ينرض هذا العصب بشكل متكرر، بالتالي بيصير في عنا اعتلال او الم عصب مثلث التوائم. بالتالي رجاء الاهتمام والالتزام بتعليمات الطبيب. بتشكر كثير دكتور تامر، شرفنا واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا مثل العاده فاصل صغير بنرجع لكم. مساء الخير عن جديد. دراسة جديدة أثبتت أن تناول المكسرات بشكل معتدل بيساعد على خسارة الوزن، فأكدت دراسة حديثة أن الفستق بيحتوي على نسب مرتفعة من البروتينات والألياف الغذائية والبوتاسيوم مقابل سعرات حرارية قليلة، مضاف إلى أحماض دهنية أحادية غير مشبعة بتحافظ على توازن الكوليسترول بالجسم وبتقلل الوزن أيضا. هاي البداية بس والتتمة مع دكتورة إيفانا. مساء الخير دكتورة نغم، مساء الخير مشاهدينا. اليوم بدنا نحكي عن المكسرات وفوائدها وبالضبط شو ممكن تعمل بالجسم سواء بالزيادة أو سواء بالنقصان، لأنه أكيد كل شيء فيه ضرر إذا بيزيد بنفس الوقت إذا نقص كمان فيه نفس الضرر. فقررنا نمشي اليوم بالبزورية لنشوف شو هي أكثر المكسرات المستخدمة شعبياً. فلحبلش أول شيء نحكي عن فوائد الفستق. الفستق هو عبارة عن مجموعة ألياف كبيرة. هاي الألياف متى ما قلت ألياف معناتها هي بتنحف، معناتها هي بتخلي المعدة مليانة وشبعانة، نفس الوقت فيها حديد وفيها فوسفور فهي اكيد مفيده للقلب. هلا نحن بحاجه لحصه واحده، قديش يعني حصه؟ يعني تقريبا 28 جرام، يعني ما يعادل تقريبا 160 150 حريره او سعرات حراريه. هلا بدنا نبلش على الصنف الثاني اللي هو الجوز. كلنا بنحبه للجوز وكثير فيه فوائد الجوز، او بيقولوا له احيانا عين الجمل. هلا بنلاحظ انه هو بيشبه الدماغ، فهو فعلا مفيد للدماغ لانه فيه فوليك اسيد وفيه اوميجا 3، وبنفس الوقت هو كتير مفيد للأشخاص اللي عندهم مشكلة بيعملوا غسيل كلية. ليش؟ لأنه السيلينيوم الموجود فيه كتير رائع ومنيح للأشخاص اللي بيعملوا هالغسيل، لأنه النقص دائماً بيعمل غسيل عنده نقص سيلينيوم، والسيلينيوم منيح كتير للجهاز الهضمي. كمان بنلاقي فيه فيتامين، المجموعة من الفيتامينات اللي هي الدي والأي والسي، وكمان الفوسفور وأكيد البوتاسيوم، معناته هو منيح للأوعية الدموية ومنيح للتجلطات ومنيح كمان للأمراض القلبية. الحصة برجع بأكد اللي هي 28 جرام تقريباً ما يعادل فيها 180 حريرة. هلا بدي بلش باللوز. اللوز سواء كان صغير مثل ما انتبهت في نوعين، في صغير وفي كبير، ما بتفرق نفس الفائدة. اللوز طبعا كتير مفيد ومن أهم المكسرات اللي ممكن نحن نقول عنها فائدة للجسم بسبب المعادن والفيتامينات الموجودة فيها اللي منها الدي والأي والبي. طبعا نحن لما بنقول معناتها هو كتير منيح للتجلطات ومنيح للأوعية الدموية ومنيح للقلب والأشخاص اللي عندهم مشاكل كمان بنسميها بالقولون العصبي، ممتاز. كمان هو فيه أحماض دهنية غير مشبعة، هي الأحماض الجيدة، يعني ما تخافوا هاي الأحماض مو الدهون، عفوا الدهون غير مشبعة الأحادية كتير مفيدة للجسم، تعطيني الطاقة وبنفس الوقت تحسسني بهذا الشبع، فهو كمان الأشخاص اللي بدهم يعملوا دايت كتير منيح لإله. هلأ منروح على البندق. البندق فيه كتير مغنيسيوم، فيه مضادات أكسدة عالية، معناتها هو منيح للالتهابات ومنيح للأمراض إذا ما يصير معنا أمراض للجهاز الهضمي، وأكيد كتير منيح هو للقلب وللأوعية الدموية. هلا الزبيب بنلاحظ انه الزبيب سواء الاحمر ولا الاصفر لقيت في نوعين، كمان الزبيب مفيد كثير، هو من العنب كلنا بنعرف. فالزبيب كل الدراسات اكدت انه هو مفيد جدا لارتفاع ضغط الدم، ما هو بينزله وبنفس الوقت للقلب. هلا في عندنا الكاجو، الكاجو كلنا بنحبه، ممتاز جدا للانسجه العضليه لوجود الكالسيوم والفوسفور فيه، وبنفس الوقت هو كثير منيح للمضادات الاكسده، وبنسبه لانه هو فيه دهون غير مشبعه احاديه، يعني برجع باكد دهون جيده، فهو اكيد
ممتاز للقلب والأوعية الدموية وبيعطي طاقة. كمان نلاحظ أنه الرياضيين كتير بيتناولوا، بس سعراته الحرارية شوي تقيلة كتيرة، فنحن بدنا نحافظ أنه ما يعني نحاول ما نأخذ كتير. هلأ الشيء اللي نحن اللي كتيرين بيغلطوا فيه الفول السوداني، الفول السوداني هو ما له مكسرات، هو من اسمه فول سوداني فهو بروتين نباتي. هلأ هو كتير منيح إذا واحد بيتناوله بيحمينا من حصول ما بينصاب بالسكري النوع الثاني. في منه كمان دهن. هلأ بدنا ننتبه من شغلتين، أنه هو زيادته بيعمل لي مشاكل بالحصى وبالكلاوي كمان، وبيعمل لي مشاكل بالغدة، وبنفس الوقت في بعض الأطفال ممكن يصابوا بالحساسية، فبدنا ننتبه من الكمية اللي هو بياخدها. بدي أرجع على الشيء اللي اسمه بذور الكتان. بذور الكتان كلنا بناخدها، سواء للدايت أو حتى الرياضيين أو الأشخاص اللي بيهمهم يحافظوا على وزنهم أو حتى يحافظوا على صحتهم. بذور الكتان فيها أوميجا 3، فيها بي ودي وأي وإي، معناتها هي كتير منيح للجهاز الهضمي، منيح للجهاز المناعي، منيح للأوعية الدموية وللقلب، وأهم شيء منيح للدماغ لأنه فيها أوميجا 3 بكميات كبيرة طبعاً، ومثل بأكد إنه فيها حتى دهون جيدة للجسم. الألياف موجودة بكميات كبيرة ببذور الكتان، هذا الشيء يعني بيغنينا إنه نحن نشبع بسرعة ودائما حاسين بالامتلاء. هلا بهذا الشيء رح ارجع عيد بس الفائدة الكاملة والكبيرة للمكسرات. أول شيء كل المكسرات فيها الفينوليك، عفوا البوليفينول. البوليفينول هي مضادات أكسدة أو هي أجسام مضادة بتحمينا من كل الأمراض، بترفع جهاز المناعي. فيها كتير طبعا فيتامينات، فيها أكسدة، مضادات أكسدة عالية كمان حمتنا من الأمراض. فيها كمان ترفع الـ HDL اللي هو الكوليسترول الجيد، بتخفض الكوليسترول السيء والـ LDL، وبنفس كمان نفس الوقت كمان هي سعرات الحرارية ممتازة، لأنه سعرات الحرارية ليش الجسم ما بيمتص كل السعرات الحرارية تبعتها، بياخذ الفوائد تبعتها والباقي بيهضمه. كتير مهم نحن ماشيين ما ناكل وننقر من دون ما نعرف انه هي ما بنعرف اصلا وين موجودة او كيف الغبرة او مين عاطس عليها او حتى منين ملمسها. نحن بناخدها بنغسلها منيح، بننقعها قبل بالنهار، بتنشال هاي القشرة. هاي القشرة اللي بدها تنشال لما بنشيلها شو بصير بجسمنا؟ هي لازم تنشال هاي القشرة، لانه هون الانزيم الموجود بالهضم بيمتص كامل الفوائد. كيف الكميات اللي بناخدها؟ نحن الجوز لازم ناخد منه 14 حب فلقة او 7، اللوز تقريبا ناخد ما بين 23، بالنسبة للكاجو 18 حبة، الكتان معلقتين، الفول الصويا فول عفوا السوداني بناخد فيه تقريبا 5 إلى 10، وبالنسبة للزبيب كمان معلقتين. وهي خلصت حلقتنا اليوم أو فقرتنا، وبنرجع للدكتورة نغم وباي باي. لنحكي أكثر عن آخر ما توصل إلى الطب بمرض التصلب اللويحي، صار معنا عبر السكايب من ألمانيا الدكتور محمد قيطان الاختصاصي بالأمراض العصبية الداخلية. يعطيك العافية دكتور محمد. أهلا وسهلا فيكم، ومتشرف فيكم على المشاركة الظريفة معكم. شكرا لك دكتور. دكتور، شو هو مرض التصلب اللويحي؟ حابين نعرف أكثر عن هالموضوع، أعراضه وأسبابه، وقبل ما بلش نعرف لوين توصل الطب بعلاجه. أول شيء تصلب اللويحي هو مرض مناعي ذاتي ينشأ عن مهاجمة الخلايا المناعية الذاتية بالجسم للمنطقة الدهنية المحاطة بالأعصاب بالمخ والنخاع الشوكي. تمام. فهي الخلايا المناعية الذاتية بتصيب منطقة معينة من المخ أو النخاع الشوكي، لذلك ممكن تصير أعراض مثلا منطقة معينة من الجسم. فممكن بعض الأشخاص عندهم أعراض بصرية، ممكن أعراض في عندهم ناس مثلا أعراض عندهم بالأطراف العلوية أو السفلي وكذا، ما أنه هي الخلايا المناعية الذاتية مثل ما قلت أنه بتصيب منطقة معينة من المخ والنخاع الشوكي. هلا غالبيه هلا حسب كل منطقه او كذا. هلا مثلا نحن هون ممكن في كثير مثلا بتبلش غالبا الشكوى باعراض بصريه مثلا طرف بعين واحده، ممكن تقل الثانيه. تمام. فلذلك المرض التصلب اللويحي انه من صعب تشخيصه ابدا، لانه مثلا بيتداخل مع امراض ثانيه. مثلا ممكن اذا واحد بلش بعرض بصري ممكن يراسل او مثلا يروح على دكتور امراض عيون او كذا، او مثلا صار معه مثلا اعراض بالاطراف ممكن يراجع دكتور عظمي او كذا او كذا وهيك. فلذلك مرض التصلب اللويحي بحاجه يعني نقول تمام الاستقصاءات معينه لنأكد الاصابه. طيب دكتور، الجديد بعلاج التصلب اللويحي وعندكم المانيا، على شو عم تعتمدوا بعلاج الحالات اللي عم تجي لعندكم؟ هلا بالبداية أول شيء بدنا نبلش طبعاً مع الأدوية، مثلاً الكورتيزون أو الانترفيرون، نبلش مع إبر أو كذا وهيك. هلأ بس هلأ مشكلة المرض التصلب اللويحي هو بيجي على هجمات ناكسة. صحيح.
هلا مثلا تصلب الوجه له نوعين، مثلا هجمات ناكسه، بس انه الاعراض بعد فتره بتطلع، مثلا تظهر نفس الاعراض اللي كانت ظاهره مثل قبل، بجوز النكسه تطلع مثلا بعد سنه او سنتين او حين بعد 4 5 سنين تطلع مره ثانيه، او بجوز او مثلا بعد اشهر. في النوع الثاني مثلا في عنا اللي بيجي هجمات مترقية، يعني مثلا وقت يظهر مرة تانية بتكون هجمات كتير مترقية. هلا نحن بالبداية بنبلش دائما مع الكورتيزون أو الانترفيرون، بس للأسف إنه الاختلاطات أو التأثيرات الجانبية لهي الأدوية كتير صارت، إنه يعني بدل ما صرنا نساعد المريض ممكن صار يتأثر، يعني تظهر عنده أعراض تانية. تمام. هلا في صار ظهرت تقنية زرع الخلايا الجذعية، هلا هي التقنية قديمة كتير، يعني من أكثر من 10 سنين. رح نحكي عنها. للأسف تفضل دكتور. يعني كثير صار المجال واسع باستخدام الخلايا الجذعيه بكل المجالات الطبيه، طب وين كيف عم تستخدموا هذا الموضوع؟ واذا بدنا نقول قديش عم يساعد هالمرضى وعم يحسن من نوعيه حالاتهم، وممكن كل الحالات تستخدم الخلايا الجذعيه ولا لا؟ طبعا نحن بما انه نعرف الخلايا الجذعيه، شو تعريف الخلايا الجذعيه؟ الخلايا الجذعيه الخلايا الام بالجسم، يعني الخلايا الجذعيه ممكن تنتج اي نوع من الخلايا بالجسم. فلذلك ان نحن وقت نزرع خلايا جذعيه عند مرضى التصلب اللوحي، وخاصه نحن بنفضل عند مرضى التصلب اللوحي ناخذ الخلايا الجذعيه الذاتيه من نفس الشخص. تمام. بعكس العكس عن الامراض الثانيه، السرطانات او ما شابه. هلا نحن مرضى الخلايا الجذعيه مثلا ناخذ الخلايا الجذعيه من منطقه النخاع، وبنزرعها بالمنطقة المصابة، مثلا إذا كان واحد مصاب بالعينين أو بالأطراف العلوية أو بالسفلية، بتساعد على إنتاج هاي الخلايا. تمام. بنفس الوقت بتصبغ الخلايا المناعية الذاتية اللي هي اللي عم تدمر المادة الدهنية البيضاء المحيطة بالأعصاب واللي بتسمى الميالين. دكتور محمد، ليش ما بتنجح طريقة زرع الخلايا الجذعية عند كل المرضى وبكل الحالات؟ هلا موضوع زرع الخلايا الجذعيه متقلب من شخص لاخر، فينا نحن مثل ما قلت الخلايا المناعيه الذاتيه هي المصابه. تمام. فلذلك نحن نشوف خلايا الجذعيه وقت نزرع خلايا جذعيه وناخذها من نفس الشخص او من مثلا من شخص اخر، مثل ما قلت انه يفضل من الخلايا الذاتيه عند الشخص نفسه. ممكن هذا ممكن الجسم ما يتقبل هاي الطريقه، مثلا ممكن يصير عنده مضاعفات او اي شخص او اي شيء ثاني ممكن. ومثلا مثل ما قلت كمان ممكن مثلا اذا كانت الاعراض عند هذا الشخص قليله، او مثلا ما في داعي زرع الخلايا الجذعيه فخلص انه ما في داعي مثلا، بس هي العامل الاساسي ممكن اذا ما نجح عند هاي الشخص فهي مناعه هذا الشخص انه غير تقبل العلاج، لانه مثلا مو كل الاشخاص بتتقبل نفس العلاج. بالتالي السبب هو مناعي ذاتي، يعني اذا بدنا نقول سبب الفشل بالزرع او سبب الفشل بالاستفاده هو اسباب مناعيه ذاتيه. دكتور حابين نعرف عن اللايف ستايل الخاص بمريض التصلب اللويحي، حضرتكم شو بتنصحوا؟ هل يا ترى بتحطوا جداول معينه لاكل المريض او شو لازم يعمل بنهاره؟ كيف يمارس الرياضه؟ هل العلاج الفيزيائي لازم يكون جزء لا يتجزأ من نظامه اليومي أو من حياته اليومية وروتينه اليومي؟ شو لازم يعمل مريض التصلب اللويحي؟ تمام. هلأ أول شيء بالنسبة للغذاء لازم يعمله طبيب مريض التصلب اللويحي. هلأ أول شيء لازم يكون شغلة مهمة إنه مريض التصلب اللويحي ممكن يعيش بالحياة أكثر مني أو من إنسان من الأشخاص الآخرين. تمام. يعني ممكن تلاقي مريض تصلب لوحده بس هو طبيعي يعني. فلذلك النصائح لازم أعطيها للمريض تصلب لوحده هي غالبا حتكون نفسها للمريض الطبيعي، بس إنه في بعض الإضافات شوي. هلأ أهم شيء بعد عن أكل الدهون، تمام، عن اللحوم المشوية، يحاول يحصل على فيتامين د، لأنه أثبتت الدراسات إنه مثلا إنه في احد الاسباب المشكله للتصلب اللويحي هو نقص فيتامين د. لذلك نحن بنشوف مثلا اكثر شيء مرضى التصلب اللويحي منتشرين اكثر شيء باوروبا الشماليه، كندا وامريكا. بغض النظر وقت نحن بننتقل لمنطقه خط الاستواء بتلاقي الحالات يعني قليل كثير، فاثبت دراسات انه فيتامين د انه له علاقه في احداث المرض. تمام. فلذلك مثلا اهم شيء مثلا يبعد عن الدهون، عن اللحوم المشويه الحمراء،
يبعد عن الملح، عن السكريات، الحلويات الكتيرة. شو بتنصحوي يعني حمية الغذائية تبعه على شو لازم تكون تحوي بشكل أساسي من العناصر الغذائية؟ يعني على طول يكتر من شو دكتور محمد؟ طيب هو أكتر شيء بيحاول يكتر مثلا من أكل السمك، الألبان، الأجبان، يعني يحاول يحصل على مستوى البروتين أكتر شيء من مستوى السمك. يعني المستوى يعني البروتين موجود بالسمك كتير بيفيد لمرضى التصلب اللوحي. وأهم شغلة هي موجودة عند كل جميع المرضى، أهم شيء التدخين. لازم أهم شيء يحاول إذا كان شخص المصاب مرضى التصلب اللوحي معه بيدخن أو بكثرة، لازم يخفف من التدخين، لأنه التدخين بيسبب نكس للهجمات اللي عم تجي عليه. تمام. دكتور، دور العلاج الفيزيائي قديش مهم، وهل له فعالية ولا فعالية محدودة لتحسين الحالة والأعراض؟ تمام. هلا مثل ما قلت انه مرض تصلب اللويحي بيصيب الاعصاب وبعدين بيأثر على العضلات، فلذلك العلاج الفيزيائي ممكن يفيد عند المرضى المصابين بتصلب اللويحي. وتجي الهجمه مثلا، وخاصه اذا كانت بالاطراف او كذا، لازم يتابع مع العلاج الفيزيائي، اكيد بتفيد. يعني هلا اهم شيء الوقت يكون الشخص مصاب بالتصلب اللويحي لازم يكون عن اراده. يعني لازم مثلا، في كثير حالات بنشوفها مرضى تصلب اللويحي انه خلص انا معي تصلب اللويحي ما في علاج او كذا، هذا غلط. فلذلك الواحد مهم بيقول الغريب بيتعلق بقشمه. العلاج الفيزيائي كثير مفيد، خاصه لتقويه العضلات الاطراف، عضلات الظهر، عضلات البطن، اي عضلات. فالعلاج الفيزيائي مفيد بشكل كبير جدا. تمام. فأنا بنصح المرضى المصابين بتصلب اللويحي إنه أبداً ما يأثر عليكم الخوف أو التوتر أو أي شيء، كله بينحل وكله قادرين نسيطر على هذا العلاج. بس أهم شيء المهم تكون الإرادة موجودة عند مرضى تصلب اللويحي. بتشكرك كثير دكتور محمد قيطان، كنت معنا من ألمانيا، الله يعطيك العافية وشكراً لمعلوماتك المهمة. أهلا وسهلا. فعالية بتحمل من اسم الأمل، تجمع الأمل أطلقتها جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي قيد الإشهار، كان أول تجمع خاص بمرضى التصلب اللويحي في سوريا، وكان متواجد العديد من المرضى ومرافقينه. لنعرف أكثر عن تفاصيله تابعوا معنا. بداية خلينا نحكي عن جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي، وين صرنا اليوم؟ جمعية دعم مرضى تصلب اللويحي بلشنا أعمالنا على الأرض. أكيد نحن بانتظار إشهارنا اللي صار كتير مواشك، لكن بلشنا النشاطات بمحاضرات توعية كنا عم نعملها ضمن المراكز الثقافية. وحالياً اليوم التجمع اللي أنتم معنا فيه هو التجمع الأول لمرضى التصلب اللويحي اللي بيصير على الأرض بهذا الشكل الجماهيري. لأول مرة بيتجمعوا مرضى لحتى يصرخوا بنداء لكل الجهات المسؤولة، لكل الناس اللي عم بتشوفنا، لتقديم الدعم لهم وتحسين أوضاعهم. الهدف الرئيسي أنه يا ناس نحن عاملين جمعية، بنتمنى أنه أنتم تكونوا واقفين جنبنا وتآزرونا. رسالة تانية بأنه يا مرضى، مو بس أنتم، في مثلكم كتير ناس، لذلك الكثرة يعني ما بنتمنى يكونوا المرضى كتار، لكن بيشوف الواحد هو وبيشوف غيره بحس أنه يعني مثل ما أنا عم عاني غيري عم عاني. للأهالي انه مثل ما انتم عندكم مرضى، كمان في كثير اهالي عندهم مرضى، فاقوا بعضكم يعني وتشاركوا تجارب بعضكم، واحكوا لبعضكم وافتحوا قلوبكم لبعض، لانه الدعم النفسي بالنسبه لمرضى التصلب هو اي مرض، يعني بحاجه كثير لدعم نفسي وقوه من المجتمع ومن كل العالم يلي بحسوا فيهم. لانه من خلال ملاحظاتنا لقينا بانه في مرضى وقت بيكونوا اهلهم راعينهم بشكل كثير حلو كتير بيصيروا أحسن، كتير بيقوا. فينا نقول أنا اللي أطلقت الصرخة تبع الجمعية، قلت لهم أنه أنا حابة أعمل جمعية، ليش نحن ما عندنا جمعية مثلنا مثل أي مرضى تانيين؟ فكانت الست أمل محاسن وشدت على إيدي وقالت لي أنه إذا ما أنت بلشتي ما حدا حيبلش، وبلشت الجمعية والحمد لله رب العالمين مثل ما لك شايفة هلأ أمورنا بخير. ذكرتي لي حضرتك مصابة بالتصلب اللويحي، خلينا نحكي شوي عن هالتجربة. هلأ أنا مصابة من 25 سنة، من سنة 96. التجربة كانت سيئة كتير بالنسبة لي بالبداية، لكن بعدين لما أخذت المرض بحب مثل ما بيقولوا، يعني ما عاد عاملته كواحد سيء بالنسبة لي، عاملته كصديق، ترافقنا أنا وياه وماشي حالنا الحمد لله رب العالمين، ما عاد زعلنا.
هلا انا بعتبر حالي اني ولدت وقدرت اني اتصدى للمرض من وقت ما تعرفت على اعضاء الجمعيه وصرت عضوه معا منهم، عضوه فعاله. الحمد لله رب العالمين انه خلص صارت نظرتي لمرض التصلب الويحي غير، ما عاد انهزم ولا عاد ياثر علي باذن الله تعالى. انا اليوم بتشرف كثير اني انا موجود من ضمن فريق الجمعيه، جيت لحتى اكون عضو فعال ومساهم ومتطوع، لانه هذا المرض كثير بياخذ فئه كثير كبيره من الشباب وما عم يبينوا معهم الا لفتره طويله. انا كواجبي كرياضي اني انا اكون موجود ساعد المرضى فيزيائيا معنويا. لما انصبت فيها ما كنت سمعان فيها بالاول، حبيت اسال عنها، سالت عنها وكل واحد بيحكي لي شكل صعبه وما صعبه من الحكي هذا، قام حبيت كون انا دكتور نفسي. هاي الشغله بدها شجاعه وبدها قوه اراده وانه الواحد يدافع عن حاله. انا هلا دكتور نفسي عن حالي، سجع حالي، ما بتجي الهجمه بقاومها، رح اخلص منها. وبضل دائما يعني ما في داعي الفكر الزايد، يعني ما بقول لك ما يفكر بنوب الواحد، لازم يفكر، بس شلون شيء ضابط، شيء اللي بيفرحه، شيء اللي بده يروحه. بس انه هالزعل هذا بلا، لانه اكيد هذا المرض اللي ما فيه شيء اكيد رح يمرض اذا بده يضل يفكر والقصص هي. والمشي الزايد بلا، انا ما فيني شيء، مالي مريض، ما نحن هذا المرض مثل واحد مقرب، بس المحيط اللي حوالينا هو اللي عم يقول لك انه انت فيك شيء، بس نحن ما فينا شيء. تجربتي مع المرض كانت شوي بالبدايه صعبه علي، لانه انا لما اجتني الهجمه اول مره ما كنت بعرف شو هو الام اس، يعني لما قال لي الدكتور انت معك ام اس تفاجأت انه شو هيدا المرض اسمه ام اس، نحن ما بنعرف شو هو. خمن الدكتور قال لي هو تصلب الويحي بالعاميه عنا، ولا هو بالطبي ام اس. وعلى اساسه انا عملت تحاليل وكذا وضرب عيني اليمين ونعمت كليا، يعني ما بقى شفت. ومع الكورتيزون والادويه فتحت عيوني من اول لجديد وصرت شوف. هلا هو مرض تصلب هو بيرافقه الاكتئاب، بيتلازم معه، فالمحيط لازم يكون داعمه كتير لحتى ينجيه من هذا المرض او ينجيه من الهجمه. فبدايه الامر كان في شويه صعوبه، انا ما بعرف شو هذا كان المرض، ما بعرف شيء عنه. بعد منها قريت عنه فهمت شو هو المرض، فاللي فهمته بالنهايه انه اذا انا دعمت زوجتي لهذا الموضوع بتفز وبترجع طبيعية، وما حدا بيقدر يقول إنه هي هي مريضة. هيك بتكون خلصت حلقتنا، لاقونا الجمعة الجاية بنفس التوقيت الساعة 7 المساء، ولا تنسوا تبعتوا لنا أي استفسار عن أي موضوع طبي، واعملوا لايك وشير لصفحة البرنامج على الفيسبوك واليوتيوب. تبقوا بخير، باي باي.